مشاهدي الكرام، على الهاتف النائب الدكتور خالد العراقي، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب. سيادة النائب، أهلا بك. أهلا وسهلا بحضرتك. دكتور خالد، يعني خلينا يعني نتحدث عما يمكن أن يفعل. لن أسأل حضرتك كما هو معتاد في مثل هذه الظروف فأين حقوق الإنسان في هذه الحالات، ويجب ألا يعني نزن بالميزان الذي يروننا به وغيره، لكن ماذا علينا أن نفعل الآن؟ يعني خلاص المصاب أليم وأصبحنا في قلب المشكلة، والمشكلة في قلب الوطن برحيل 44 من أبناءه اليوم، وربنا يعني يشفي المصابين والجرحى 126. ماذا علينا أن نفعل غدا بقى في مجلس النواب، وماذا على الحكومة أن تفعل؟ تفضل سيادة النائب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف عليه الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام. تعازينا للشعب المصري الجلل العظيم، اليوم يوم حزين. تعازية لإخواتي الأقباط، وتعازية لكل الشعب المصري في شهدائنا الأبرار، وفي والدعاء بالشفاء العاجل للمصابين. نعم. الحقيقة أن حضرتك حق من حقوق الإنسان هو حق الحياة، فكيف أنت يا أخي يا إرهابي تعتدي على حق الحياة الذي كفله الدستور المصري؟ أتحقق طبعا حكاية من حقوق ليس الإرهاب الحياة أخي للمواطن. يعني الإرهاب عدو، الإرهابي عدو، عدو عدو صحيح عدو. فكيف أنت يا عدو الإرهابي تعتدي على حق من حقوق الأصيلة التي قررها الدستور وقررتها كل الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان؟ تعتدي على حق الحياة وهو حق أصيل. هذا عمل إرهابي مشين. الحقيقة لجنة حقوق الإنسان إن شاء الله غدا برئاسة السيد علاء عابد رئيس اللجنة سوف تعقد اجتماع خاص بهذا الخصوص في الاعتداء الأثيم الذي وقع لكنيستي طنطا وإسكندرية، علشان نشوف تداعيات هذا الموقف، لأنه موقف أليم أصاب مصر. الإرهابي الخبيث عاوز يفرق بين الشعب المصري، احنا بنقول له لا أبدا، لن تستطيع أن تضع الفرقة بين الشعب المصري، لأنه شعب أصيل متشابك طبعا. مترابط دائما، ولن تستطيع أي قوة في العالم أن تفرق بين الشعب المصري بكل فئات وطوائفه، لأنه شعب متماسك أصيل يعيش منذ قرون كبيرة. ماذا يتوقع على أجندتكم في لجنة حقوق الإنسان بمجلس؟ ما نحن نترابط مع إخواتنا الأقباط، وبيننا عيش وملح، وبيننا ود، وبيننا تزاور في الأعياد وخلافه. هو لا فرق بيننا أساسا يعني. لا أن تفرق بيننا أبدا. سيادة النائب، هتعملوا إيه في اللجنة يا فندم؟ هتعملوا ايه في اللجنه بكره ان شاء الله يا فندم؟ المتوقع، اهم المتوقع، هندرس تداعيات الموقف ده ونشوف الموضوع ده يبقى مطروح على اللجنه، ناخد الاراء ايه اللي نقدر نعمله بعد كده، ايه اللي احنا رد الفعل بتاعنا هيكون في ايه كلجنه حقوق الانسان مسؤوله عن مراقبه تطبيق حقوق الانسان في مصر. نعم. والجانب القانوني اعتقد انه بقى هناك تهيئه لمسألة فرض حالة الطوارئ 3 أشهر بقى، يعني الجوانب القانونية، حتى الرئيس تحدث عن استيفاء الجانب القانوني قبل التطبيق. يعني يا فندم أنا بأيد الرئيس تأييد كامل، وكل اللجنة تؤيد تأييد كامل، لأنه ده هو ده المفروض. نعم. أن يصدر من سعادة الرئيس في هذا الموقف العصيب، لابد أن الطوارئ عشان نقدر نكتز جذور الإرهاب القمي من مصر، وأن نستطيع أن يقف الإرهاب عند حده فرض حالة الطوارئ، ودي حاجة لمصلحة الشعب المصري ومصلحة مصر جميعا، ليس ضد أحد، وليس في سبيل أن احنا نضيق الخلاق على أحد، ولكن ده في مصلحة الشعب المصري. أنه التداعيات الأمنية اللي بتحصل دي وردود الفعل دي، لابد من اتخاذ موقف شديد الصرامة مع مثل هذه الكيانات القمية الإرهابية التي تفرق بين دين ولا وطن ولا حقوق، لا حقوق إنسان ولا يهمها أي حاجة إلا إن هي تبث الفساد وتبث الرعب والذعر بين المواطنين الآمنين الذين يريدون أن يعيشوا بسلام وبهدوء.
زي ما ليه انا حضرتك اعمل عمل ارهابي زي يعمل رد فعل عنيف وقميء؟ وايه زي ما ذنب حضرتك البريء اللي بدأت راح كلمتك الكنيسه او وتقول يصلي؟ حق ايه الحياة، حق الحياة، واول حق للإنسان حقه في الحياة أساسا. يعني وده ما حق نشاهده أصيل على يا الشاشة، فندم، وده حق تحدث عنه الدستور من نعم، ضمن الحقوق الأصيلة للإنسان قبل حق الدستور، الحياة. يعني ده الحق الأصيل الذي لا مراء أساسا فيه. يعني ما نشاهده على الشاشة الآن، وصول بقية الجثامين إلى كنيسة ماري جرجس في طنطا، بيتوالى وصول الجثامين بعد تجهيزها حتى يعني يكتمل العدد 27 ويشيعوا في جنازهم الأخير إلى مثواهم الأخير، ومثواهم الأخير ومثوانا نحن أيضا في النهاية هو تراب مصر، هو تراب هذا الوطن. لا نستثني من هذا التراب إلا فتات الإرهابيين اللي بيعملوا ده، أعداء الوطن وأعداء الدين وأعداء البشرية نفسها. يعني حقيقي لو جاز لنا أن نفصل تراب أجسادهم عن تراب أوطاننا لفعلنا، لأنه يعني كل هؤلاء الحقيقة يعني يضافوا إلى رصيد الوطن. أعود إليك سيادة النائب، يعني الواحد لا يملك طبعا غير أنه يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني وفي النهاية ننتظر الكثير من مجلس النواب، وعلينا جميعا أن نعضد كل ما يمكن أن يكون في سبيل أن يعني نلملم شتات الوطن وأن نمضي في مسيرتنا غير عابئين بكل ما يحدث. شكرا جزيلا لك سيادة النائب دكتور خالد العراقي، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.